جزيل الشكر مراكز تنمية الأسرية لأحد أفرع مجلس الأعلى للأسرة، هي تحت الفرصة حق قرية الشعب لأن هي تقوم بأحد الأدوار اللي هي المساهمة المجتمعية في دعم هذه الحملة. إحنا حقيقة قرية الشعب دائما سباقين في دعم الأسرة ومنتج الأسرة وما يحتوي الأسرة من فائدة ومعلومة، ولا نقتصر بحقيقة بأن نحن المؤسسة هذه مؤسسة ربحية، لا، نحن مؤسسة مساهمة في هذا المجتمع، والمجتمع نحن دائما إن شاء الله نكون فعالين في زكاة الأسرة.